لا شكرا. شكلك البطرة بتتعب لك صدرك. لا بس ما بدخنش حد كلت معاي عيش مالح. برافو عليه، عرف يهرب من السؤال. ذكية أوي النومية دي. لعلمك الفراعنة أذكياء جدا، دول اللي بنوا الأهرامات وبرج القاهرة. تاريخ. شكرا يا أستاذ. ايه ده يا بيه؟ ده كام دي؟ 5 جنيه في ايدك اهي. 5 يا بيه؟ احنا عايزين 50 يا بيه. 50؟ 50 انت ومين؟ انا وناس كتير، انا معايا البلد كلتها يا بيه. انت فاكرني سايح يالا؟ شعر اصفر وعينيا زرقاء؟ ادي الليله السوداء على اللي لبست لي شويه مناديل وجاي يتدرج علينا. تعالى دلق يا بيه. بلا زرقاء بلا خضراء، هي 50 مش همشي الا بيها. يبقى مش هتمشي. بقول لك ايه؟ انت ما تعرفنيش، انا مؤمن بالمقبره. وانا شبح من الاقصر. طب اتفضل بقى يا عم الشبح، قابل بقى. يا ليلة سودة، يا ليلة سودة، ليلة سودة. استريح يا منير. ريست ان بيس يا حبيبتي. أنا مش فاهم، يعني إيه عايزة تبقيتي راجل في أوضتك؟ إحنا هنهزر. أولاً ده مش راجل. الله يكرم أصلك. دي موميا. ثانياً بقى ده كنز. والله ما بعرف أرد على الكلام الحلو ده. المعلومات اللي هطلع بيها منه ينفع أكتب بيها كتاب بيحكي التاريخ من حد شافه وعاشه. ثالثاً بقى أنت مالك أصلاً؟ أنت نسيت نفسك ولا إيه يا عثمان؟ لا ده ليه ما نسيتش نفسي ولا حاجة، بس يرضيك يعني يتقال عليا بشتغل مع واحدة. لا مؤاخذة يعني بتبيت رجالة في أوضتها، ما تقول حاجة يا مملكة. كتاب تاريخي إيه يا ابني اللي عايزين أكتبه؟ هي خطف حسنين هيكل؟ إيه رونتو؟ أنا مركز في حاجة تانية أهم. على فكرة بقى أنا مش باخد رأيك. هتحور هيبات معايا يعني هيبات معايا. هيبات معايا أنا يا دالي. لا هيبات معايا أنا يا عثمان. لا معاك ولا معاها. أنا راجل عندي 7000 سنة، محتاج حد من سني. أنا هركن هنا. لا 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 لا. تركن فين؟ بص يا حبيبي. أنا سايبك عمال تتكرع من الصبح، لكن لحد هنا واتقل بقى. أنا سامع حاجة بتتكلم. والحاجة اللي بتتكلم يا حبيبي بتبلغك. المثل بيقول إكرام الميت دفنه، وأنت أنا مش ميت بس، ده أنت ميت ومتحنط، فما تخليش أعملها معاك. لا لا اهدى يا باكة. يا عم سيبني بقى. رايح حرمة الميت. طب يا عم طالما ميت يبقى إكرام الميت دفنه. الكلام حلو، بس الكلام عايز رجالة. والرجالة لابسة جزمة. وبكره يبقى في منشط في الجورنال بيقول دكتور يذبح موميا. قصدك ضبط موميا مع دكتور في وضع مخل بالاقصر. وفي موميا قصيره يالا تعرف تعمل اوضاع مخله؟ في موميا قصيره اصلا. اه تظهر مالكش في القصيرين. طب قابل بقى. وسع انت يا عم سلطان عشان ما يجيش فيك. ايه هتعمل ايه؟ سيبه وسع سيبه. عشان ما تتلطش. ورينا هيعمل ايه. انه انا الملك حتحور، ملك الملوك الامور. أصب غضبي على هذا الفرفور الذي يظن أنه عايش في الدور. هات آخرك يا عم الأمور. فليسخط حجم الصرصور. الله الله.